السلام عليكم. في برنامج جميل اسمه يو اس بيم اديتور، تقدر تشوف فيه كل شغل البيم، يعني مثلا ده 3D، تقدر تشوف مثلا عايز تشوف اي ليفل تقدر ان انت تدوس عليه يتفتح معاك. هنا مثلا ممكن تشوف الاريا فيو اللي هي دروينج موديل، او الفلور بلان، او لو في اي حاجه معمول لها رندر تقدر ان انت تشوفها هنا. تقدر تقول له انا عايز اشوف المعلومات عن المشروع، فيبدا يجيب لك كل الداتا الخاصه بالمشروع. بالشكل دوت البروجكت ديسكريبشن الاوفيس وهكذا. خلينا نفتح ال 3D موديل. تقدر بقى من هنا من الديزاين تقدر تقول له اريا فيو، تقدر تقول له مثلا عايز تشوف الاريا فيو، عايز تشوف الفلور بلان. عايز تشوف السكشن لو في سكشن، فهقول له مثلا عايز سكشن في المكان دوت، بيقول لي خليك في ال 2D. طيب اهو اقول له انا عايز سكشن من هنا لهنا، فتقدر تشوف السكشن كلها. هو عمل لي سكشن جديد اهوت، بالشكل دوت. فتقدر تاخد سكشن كتيره جدا في ملف الاي اف سي اللي انت فاتحه. تقدر تقول له انا عايز اشوف الخصائص بتاعت اي عنصر، يبدا ان هو يوريها لك. تقدر تتحكم في السنابس، في البروبرتيز، ممكن تقول له انا عايز اعمل سيلكت للبيم. ممكن برضه تقول له انا عايز اي اف سي اديتور، فبيبدا يغير لك الواجهه تماما. يعني فتحت برنامج مختلف، فبيبدا يعمل لك اي اف سي اليمنت، يعني عندك كولوم اهو 71 كولوم، فتعتبر عمل لك حصر، بس هو مش مقصود بيه الحصر، المقصود ان هو يبدا يجيب لك كل العناصر الموجوده وانت تبدا تختار منها. جاب لك الاعمده كلها، تقدر ان انت تعمل سيلكت على عنصر يجيب لك المعلومات بتاعته، تقدر تعمل عليه زوم، تقدر ان انت تخفيه لو انت حابب. تقدر تقول له انا عايز اشوف الاي اف سي بيلدينج بدل اليمنت، لا تبقى بيلدينج او بروجكت او سايت، كل المعلومات الخاصه بيه اللي موجوده في الملف الاي اف سي. فيبدا يفتح لك كل المعلومات الخاصه بالبيلدينج، وتقدر ده هنا تمبليت خاص بالبروبرتيز وخاص بالكلاسيفيكيشن، وتقدر تعدل وتعمل له اكسبورت لملف اي اف سي. هنا ده الكلاسيفيكيشن هيبدا ينظم لك العناصر اللي عندك، تقدر ان انت تختار كلاسيفيكيشن معين وتبدا ان انت تشتغل عليه.